باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل وانا ظهر الدور امين. انجيل الصلاه النهارده من انجيل معلمنا لوقا البشير اصحاح 10. في بدايته كده بيقول: وفي تلك الساعه تهلل يسوع بالروح القدس. يعني فرحه قلب ربنا وشهوه قلب ربنا هو هذا الاعلان، ان يعلن لينا الحياة الأبدية. الهندوس في الهند، يعني العبادة عند الهندوس دايما كانوا جملة مشهورة عندهم كده بيبحثوا عنها، يقولوا أين الطريق؟ أين الطريق؟ دي في العبادة الهندوسية. عند الرومان كانوا دايما يبحثوا، بيحبوا الحكمة والفلسفة، كان دايما يبحثوا أين الحق. وكان اليهودي اللي كان مشغول بالذبائح وبتقديم الذبائح كان دايما بيسأل أين الحياة. يبقى أين الطريق؟ أين الحق؟ أين الحياة؟ في المسيح اتجمعت الثلاث كلمات دول: هو الطريق، هو الحق، هو الإيه؟ هو الحياة. هو الحياة. عشان كده ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ سؤال كان بيشغل هذا الناموسي اللي كان مشغول بالكتب وبالشريعة وبتفسير الشريعة: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ الحياة الأبدية هي ميراث، ميراث الأبناء. ما هو الابن هو الوحيد اللي بإيه؟ اللي بيشترك في الإيه؟ هو اللي بيورث الابن. فإن كنا أبناء فنحن ورثة وارثون مع المسيح. يعني كل واحد فينا هو ليه هذا الميراث، البنوة. عشان كده والميراث ده قال عنه معلمنا بطرس الرسول: ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجل كل واحد. أنا ابن فأنا وارث مع المسيح. طب هل أنا بسلك في هذه البنوة؟ ما أنا لو بسلك في هذه البنوة مشغول بهذه الأبدية هبقى بسلك في الطريق ده، فمحتاج قوي يبقى واضح قدامي وضوح الهدف. هدفي فعلا الأبدية؟ ممكن أكون بسأل السؤال ده على طول: أنا عايز أدخل السماء يا رب، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ بس هل أنا فعلا الأبدية ديت بتشغل قلبي وبتشغل فكري؟ يعني واخدة حيز في قلبي، ولا في حاجات كتيرة قوي هي اللي واخدة هذا الحيز؟ عشان كده القديس الأنبا أنطونيوس كان بيقول كده: لا تدعوا هذه الحياة الوقتية تسرق منكم الحياة الأبدية. الحياة الوقتية المؤقتة. كان الأنبا يؤنس، سيدنا الأنبا يؤنس مطران أسيوط، أسقف أسيوط أخطيط، كان مطلع كتاب كده عنوانه جميل قوي. كان عنوان الكتاب ايه؟ أيامنا القليلة جدا تحدد بدقة أبديتنا الطويلة جدا. أيامنا القليلة جدا هي اللي تحدد أبديتنا الطويلة جدا التي لا تنتهي. اسمها حياة ايه؟ أبدية، إلى ما لا نهاية. معقولة هشغل وقتي وحياتي بحياة مؤقتة واسيبها تسرق مني الحياة الأبدية؟ ماذا أعمل يا رب لأرث الحياة الأبدية؟ عشان كده أول حاجة أفكر فيها هي الدعوة التي دعيت إليها. هذه الدعوة الغالية قوي. كان معلمنا بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس وهو أسقف، يقول له: امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت، امسك فيها، امسك في هذه الحياة الغالية الأبدية. عشان كده هي دعوة لكل واحد فينا. أنا مدعو للأبدية، عشان وارث للأبدية. ساعات كتير أول واحد يفتكر هي الأبدية ديت ليا، معقولة؟ معقولة الحياة الأبدية ديت أنا مدعو ليها؟ معقولة أنا هدخل السماء؟ وابتدى الشيطان يشككني ويبعدني. معقولة أنا هدخل السماء؟ أنا مدعو لهذه السماء. كان العلامة أورجيانوس بيتأمل
في الآية اللي قالها ربنا لآدم، أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. يقول بعد إعلان المسيح بقى تجسد والفداء واتحدنا به وبين أبناء، يتقال لكل واحد فينا يا فلان أنت سماء وإلى السماء تعود. أنت سماء وإلى السماء تعود، يعني أنت بقيت كائن سماوي مش بعيد عنك الأبدية، ده أنت تحمل الأبدية في قلبك. قال كده في سفر الجامعة، جعل الأبدية في قلب كل واحد فينا. المسيح عشان يوضح الموضوع ده ادى مثل اسمه مثل الوليمة العظيمة. وليمة عظيمة، فقال كده: إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول المدعوين تعالوا، لأن كل شيء قد أعد. ده كل حاجة جاهزة المسيح عملها، كل حاجة تممها. طب الدعوة ديت أنا عملت فيها إيه؟ بيجي يخبط عليا يقول لي كل شيء قد أعد، مشغول بالسماء، مشغول بالأبدية. الحقيقة لما راح العبد يدعو الناس سمع حاجات عجيبة قوي. يقول ابتدأ الجميع يستعفون، يقدموا أعذار وحجج، أعذار وحجج، وهو مقتنع بالحجة ديت وبالعذر ده وضميره مرتاح لي جدا. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون، يستعفون بيقدموا أعذار يعني. فقال الأول: إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره. اشترى حقل ومضطر، قال أنا مضطر، حط لنفسه حجة الإيه؟ الاضطرار. أول حجة بتعطلنا، أنا مضطر أعمل كده في شغلي، مضطر أرد في الموقف ده، مضطر أكذب في الحاجة ديت، مضطر ما أقولش الحقيقة، مضطر مضطر مضطر. أنا اللي وضعت لنفسي كلمة إيه؟ مضطر. حجة حطيتها لنفسي وماشي عليها، مضطر. فقال كده: أسألك أن تعفيني، أنا ما يشغلنيش الموضوع ده. وقال آخر، راح لواحد تاني فقال له: إن اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها. اشترى شوية بقر والماضي لأمتحنها. هو السؤال بيفحص الحاجة قبل ما يشتريها ولا بعد ما اشتريها؟ مفروض قبل، صح؟ بس حجة حطها لنفسه. ولما هيفحص، هيفحص الصبح ولا هيفحص بالليل؟ ده دعاء للعشاء، بس حط حجج. هو الموضوع مش كده، مش خمسة أزواج بقر ولا حقل، لا، ده القلب مشغول بحاجة تانية غير الايه؟ غير السماء. فالعبد رجع قال له: ده ولا واحد عايز يجي، المدعوون مش عايزين. يبقى مين اللي رافض؟ أنا أريد. يا أورشليم يا أورشليم، كم مرة أردت وأنت لم إيه؟ وأنت لم تريدي. أتريد؟ أنت عايز الأبدية، مشغول بيها. لازم يبقى القلب مشغول بربنا، عشان كده تحب الرب لك من كل القلب، هو رقم واحد. لو اتغير ترتيبه الحياة كلها هتتشقلب حالها. هو رقم واحد في الحياة. عشان كده أبائنا الشهداء وإحنا في فترة النيروز كان عندهم المبدأ ده، إن أنت يا رب رقم واحد، مفيش حاجة هتيجي تغري هذا الشهيد. يعني كان دايما الأباطرة يستغربوا قوي من الإغراءات اللي بيقدموها للشهداء، حاجات لا ترفض لا تقاوم بالمنطق العالم، لكن كل ده يقول كده الشهيد يطرحها جانبا، يطرحها جانبا، مش شغلاه. من سيفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من سيفصلني؟ ما فيش حاجة، لا إغراء لا اضطهاد، ما فيش أي حاجة هتزعزع محبة المسيح من القلب. عشان كده كان سهل قوي يقدم جسده، لأنه كان بيقدمه كل يوم في طاعة المسيح. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول: من أجلك نمت إيه؟ كل النهار بموت مشيئتي، بموت إرادتي، بموت ذاتي اللي عايزة تاخد حقها وعايزة ترد وعايزة تنتصر وعايزة 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 كرامة. أنا بموت هذه الذات كل يوم، يبقى بشهد كل يوم للمسيح.
فيبقى محبة المسيح هي من كل القلب. وقال له جزء تاني هينعكس بقى أو التطبيق العملي للعلاقة بيني وبالمسيح أو مشغول بالأبدية هي إيه؟ أخويا. عشان كده تكملت الـ 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 الإنجيل لما قال له تحب قريبك كنفسك، فقال له بالصواب أجبت افعل هذا فتحيا. فالناموسي ده حب عايز يبرر يعني الموضوع، فقال له من هو قريبي؟ مين قريبي ده؟ فالمسيح اداله مثل السامير الصالح وقال له كان في واحد اللصوص جرحوه وسرقوه وتركوه من حي وميت وعد عليه كذا واحد، ما فيش غير السامير ده. طب السامير ده فكر في ايه؟ مش ده عدوك؟ مش ده اللي عمل فيك وسوى؟ لا، هو ما فكرش في كده، هو كان مشغول بحاجة تانية. فعلى حسب انا مشغول بايه. فخدوا السامري، كان خدوا السامري وعالجوا وشفاه وعمل معاه كل محبة. فالمسيح في اخر المثل قال له ايه؟ الذي يصنع قريبك ده الا تصنع معه الرحمة. يبقى بداية السؤال ماذا افعل لارث الحياة الابدية؟ اخر المثل الذي يصنع الرحمة. عايز توصل للابدية؟ ارحم واغفر وسامح واستر. كان في اخر حاجة هقولها اختم بيها، كان في ساعة الحرب العالمية اليابانيين طبعا اتضربوا ضربة صعبة قوي بالقنبلة، فالدنيا عندهم باظت خالص. فكان اللي عايش يدوك بيلحق نفسه يجري من هذا الاشعاع. فاحد الجنود شاف طفل صغير بيحمل اخوه الميت على كتفه وماشي بيه. فالجندي استغرب، اتجنن، ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ تتعطل نفسك، انجب نفسك واجري، ده هيعطلك، اللي انت شايله ده هيتقلك. فالولد رد عليه رد عجيب قوي، قال له هذا ليس ثقيلا، هذا اخي. هذا ليس ثقيلا، هذا اخي. فيقول كده انفجر الجندي من البكاء وتعلم هذا ليس ثقيلا. كل واحد تعبني، اخويا قريبي اي حد، اقول هذا ليس ثقيلا، هذا اخي. عشان كده كان القديس يوحنا ذهبي الفم يقول كده، اخوك اللي تعبك ده هو طريقك للسماء، هو ده طريقك للايه؟ للسماء، للابديه. هتدخل باحتمالك وبحبك ليه، زي ما المسيح احتملني واحبني هذا الحب. لو انا في علاقه حقيقيه معاه ومتمتع بهذا الحب وهذا الغفران، هفيض على كل واحد تعبني بهذا الغفران وهصلي لكل واحد. ربنا يدينا دايما كده ان احنا نثبت في هذه الدعوه، قوله يا رب النهارده طلبتي ماذا اعمل يا رب لارث الحياه الابديه، ارشدني وجهني وخليني اسلك في هذا الطريق للسماء. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين. هللويا 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 اسمه ابيك لو من تاتي.